بعد تراكم النفايات بسوق العشار وسط البصرة، باشر مجموعة من الشباب وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية بحملة توعية وتنظيف للمحافظة على جمال الأماكن العامة. المشاركون بالحملة أكدوا تفاعل المجتمع البصري مع حملتهم وتشجيعهم على إقامة هكذا مبادرات بصورة مستمرة. اليوم الشرطة المجتمعية مثل ما تعرف حضرتك حاضرة في كل المحافل، عندنا تواصل مع كافة شرائح المجتمع، داعمين لعمل كافة الفرق الطوعية ومنظمات المجتمع المدني اللي عندها عمل حقيقي وميداني يساهم في بناء المجتمع وخدمة البصرة وأهلها. هذه المبادرة جيدة جدا. جينا اليوم لمنطقة العشار، يعني أكبر منطقة تجارية في محافظة البصرة، تشمل كل الفئات اللي موجودة في المجتمع، منها شيوخ العشائر، المثقفين، منها الكاسب، منها الأم بها، وكذلك تفرعات المناطق، الكل يجي يسوق من هذه المنطقة. الحملة استمرت لساعات متأخرة حرصا منهم على إظهار وجه المدينة الحقيقي الذي شوهته الأوساخ المتراكمة بمشاركة شباب من كافة مناطق المحافظة. أما الأهالي امتدحوا هذه المبادرات وطالبوا الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لهم. والله شيء جميل، يعني هاي الحملة أتمناها من زمان، وأتمنى كل مواطن بصري أن يعني يساعد هاي الحملة، نتمنى أن نساعدهم، يعني نساعدهم نوقف وياهم هالشكل. أنا أتمنى بصرتنا أن تكون جميلة ونظيفة، لأنه هذه الناس يجينا الزائر، يجينا مثل ما الواحد ينظف بيته. والله حملة جيدة كلش حلوة ومرتبة، بس كون المغابي لك، يعني يكون المواطنين كلها تساعدك على هذا الشيء، مثل ما تقول بالسيارة، أنت ما تذب هاي النفاية، تذبها بسيارتك او معلك تخليك شيء او بسيارتك تذبهن وتذبهن على مود مكان مخصصه مال الزباله. والله خوش حمله حلوه وجيده. اكثر من رساله تحملها مبادره هؤلاء الشباب، لكن ابرزها ضروره الانخراط بالعمل التطوعي خدمه للصالح العام. لقناه التغيير يونس الرباعي، البصره.